واحد واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حيد للعشرة فسر بعدين قرر لازم تغير لحق حالك تشغلش بالك اوعى تكون متحير الصح من الغلط ببين والله مش مستاهلة تعملش من الحبة قبة المشكلة الصغيرة بتنحل بس الكبيرة صعبة ما تخليش غضبك يعميك واحترم كل اللي حواليك اسمع مني وبسمع منك هاي القصص بدها هيك ابو شريك كلنا ولاد بلد وحدة واذا زبطنا الحارة بنكون زبطنا الدولة اوعك تستسلم من اول جولة خليك متبسم حياتك بتصير سهلة عيد للعشرة قوم البالك يا صاحبنا عيد للعشرة قوم البالك يا صاحبنا لا يا زلمة خلص حكك علينا خلص مساء الخير التمييز هو الحكم على الآخر حسب النوع الاجتماعي اللون أو العرق بعض الناس بحكموا على الآخرين حسب المنطقة السكنية أنت ابن مدينة، ابن قرية أو ابن مخيم ساكن في الشمال، بالجنوب أو بالوسط أنت من مدينة القدس أو من الضفة الغربية تفاصيل أكثر موجودة بحلقتنا لليوم من عد للعشرة بعنوان ابن المخيم سيناريو مفيد حماد خلونا أنا وياكم مشاهدينا نتابع أحداث قصة اليوم مع بعض ليش بابا مالك؟ ليش ليش؟ ولا اشي بس في كم كلمة مش عارفة معناهم بالانجليزي يعني اذا بتساعدوا فيهم هذا شوف بابا شوف مين على الباب شوف هاي خولة اختك ليه؟ اهلا خولة كيف حالك؟ اهلا وسهلا تفضلي عمتك هاي حبيبي اهلا وسهلا شو الاخبار؟ تمام كيفك انتي؟ والله منيحه هيني كيف حالك؟ منيحه زمان عنك شو سبب الزياره المفاجئه؟ كيف جامعتك؟ والله ضايل لي امتحانين يعني ان شاء الله بخلص يلا شدي حالك ما نفرح فيك يا خوله والله انا مستغرب يعني زمان ما جيتي علينا في اشي؟ لا والله بس بدي احكي معك بموضوع خاص طيب بابا روح في مدرستك جوا وسوي لنا كاستين شاي كاستين شاي ماشي مش يما صعب تفضلي ايش هو خاص يعني يا محمد تعرف انه انا بخبيش عنكم اشي بالذات انت يعني فيش اسرار بيني وبينك يعني بتتذكر انه من فتره حكيت معك انت وبابا بموضوع عصام بتذكر وبفضل تسكر عن الموضوع ليش يا محمد؟ سكر عن الموضوع هلا بنحكي بعدين. شو وين؟ ولك وين كاين انت؟ لا بس اجيت اخذ الحطة. دبالك على الحطة يا حبيبي طيب؟ خلص تخافش يلا باي. تسويش مشاكل. اهلا احمد كيفك كيف حالكم الحمد لله انا احمد شو كيفك ايش هاد لنا هاي رايه لمباراه السله اليوم لا هاي رايه بينت حطه رايح لنا كهبه بس مش هاي اللي بدي اياها انا بدي هاي عشان كسر ايديهم وجريهم هدول تاع ال جي طب هدي هاد العشاء في حال وفقنا تتجوزوا تذكرت وين بده يسكنك بدي يحطك على مخيم يعني شكله راح يبني له الغرفة هي جنب المطبخ في بلوك ويجي فيها وحمام مشترك مع العيلة كلها الجيران وانتو كل العيلة عام بيكون ما شاء الله بتعرف تعيش هناك انت هيك انت مش متخيلة شو الوضع هناك دخلت انا هناك وبعرف بيوت كلها ملزقة في بعضها بوكس جنب بعض راح يكونوا بتقدريش تعيشي حتى لو تتغلبي حالك انت وتجيبي شي من جارتك من الشباك تقولي ما في داعي تلفي يعني حياة هناك مش زي ما توقعي لو في عندك مخ فكر كويس شوف انت وين عايشه هون في العز اللي انت موجوده فيه
وروحوا هناك شوفوا العيشة، مجاري رطوبة، لا تعرف تتنفسي ولا تعرف تعيش حياتك ولا تروح تدخلي ولا تطلعي، هذا أقل إشي. تعرف حبيبتي لو أجى عبالك أنت إنك تمارسي أقل حق من حقوقك تشوف الشمس مش شيء تاني، لازم تطلع على السطوح مشان تشوف الشمس، فمشان هيك بحكي لك لا مخيم لا. طيب إذا سكننا برا المخيم تنحل المشكلة؟ تنحل المشكلة؟ ليش؟ إذا سكنت برا المخيم بطل هو ابن المخيم يعني؟ بطل لاجئ يعني؟ طب ما هي مرتك لاجئة؟ مرتي مرتي بتحكوا لي دائما مرتي مرتي، أنا أخذتها من هناك كبرتها معي، ما قبلت إني أعيش في مخيم، مشان هيك مش راح أقبل أنت كمان تعيش في مخيم، فمشان هيك لا كمان مرة وبأكد لك لا لابن المخيم. هذا اللي عندي. انت واحد عنصري وانا غلطان اللي عم بناقشك اصلا. اهلا وسهلا يا اخوي. هاي مدنية. طيب درش عليها وعلى طلباتها. بكرة بدها نص كيلو ذهب، عرس أبصر بأني قاعة، وشهر عسل أبصر بأني دولة. هاد باكله هاد ما باكله. اسمع سامحك، أنا بطلع وبترك الأولاد عندك. أنت شو بفهمك في كل هالحكي؟ أنا هيك بعرف. اسمحي لي أحكي لك إنه كل اللي بتعرفيه غلط. لا مش غلط، هيك دايما بصير. يعني إذا أنت جاك عريس تطلبيش منه اللي بدك إياه؟ أنا بس يجيني عريس بياخده من المخيم مش من المدينة، يعني عقدي. طب يلا يلا اطلع بدي اجهز حالي بدي اطلع. نعم؟ تطردني من غرفتي؟ طلقني. يلا ولي. شو الريحة اللي بتغزي هاي؟ فشت عينك، انت مش عندك مباراة؟ بسمعك بحكي انك جاي تشجعني يا دون جوان، شو شكلك طالع طالع مرتب اليوم؟ والله وفي احلى كافيه. الله يوعدنا. ان شاء الله الله بوعدك. انا اللي راح اصير اشتاق لدخلاتك علي وكانك كابس علي وانا مساوي اشي غلط. شو راح يختلف يعني؟ اللي راح يختلف اني راح اتجوز، ولما اتجوز هاي الغرفه راح تصير الي ولمرتي، يعني ممنوع تدخل. ما ادخل. لا يا حبيبي تروح تتجوز بعيد عني، هاي الغرفه تبعتي تخلي لي اياها. هذا كاين ما انت مصدق اطلع. يعني على اساس انه هم اللي وافقوا لك تتجوز؟ لا بيوافقوني اتجوز. يلا يلا حبيبي. عيش يا قديش، تتجوز واحد ست يحكي لك واو وياي ونيالي. شو بدك احكي؟ شو بدك احكي بعد اللي سمعته؟ وشو اللي سمعته؟ عادي. عادي؟ انه ارتفض عشان هيك سبب عادي؟ بس عشان ابن مخيم؟ انت عارف يا عصام انه في ايامنا هاي ما في زواج من اول محاولة، بدنا نضغط شوي منك وشوي مني. اول محاولة؟ حسستيني انه تست سواق. فيش حدا ممكن ينجح من التست الأول؟ والله يابا من قادر أفهم كيف أنت بتفكر. شو يعني بالمخيم؟ كيف بفكر؟ هلا أنت مفكر عن جد تجوزها وتعيشها في المخيم؟ يابا إذا الشاب كويس ومحترم بقدرها، ليش لا؟ ليش لا؟ لا لأنه لاجئ مش مستوانا. شو مال اللاجئ يعني؟ هو مش بني آدم اللاجئ يعني؟ بنظري لا. يا بابا يا بابا انا مش قادر افهم ليش انت شايف انه العيش في المخيم عيب وزواج اختك من ابن المخيم عار. انت شفت علي اشي ما بيلبق لها؟ ولا ما شفت. طيب متعلم ولا مش متعلم؟ متعلم. طيب محترم ولا مش محترم؟ ما سمعت عنه اشي. محترم. طيب بيشتغل ولا لا؟ بيشتغل بس راح يعيش زي ما احنا عايشين احنا. اه بيقدر شغله كويس وشهادته كويسه، يعني شاب كويس ومحترم وبيشتغل، ليش تنقول له لا؟ لا برجع بحكي لك لانه لاجئ بيعيش في مخيم. ومرتك لاجئه وبنت مخيم، لولا انها محترمه ومتعلمه ما بتتحمل اللي حضرتك بتعمله فيها. شو بسوي فيها؟ اطلعت المخيم وعيشي احسن عيشي هون. مش شايف حالك عليها شوية؟ ما بتتعامل معها بقسوة؟ أنا؟ يا زلم يا زلم ولا مرة ما سمعتها كلمة حلوة،
ولا بليت رقيها بكلمة حلوة. خلص تتصلوا فيهم وتخليهم يشرفونا عشان نتعرف عليهم. طيب وكمل لنا شو صار بعدين؟ والله يعني نزلنا فيهم ضرب يعني نخلي يعني أكمل واحد المخيم علمه علينا. عرفتني مين ضربك انت؟ والله كانت هيصة يعني ما بلاقي إلا واحد من لعبتهم ماخذ العصاية من إيدي وخبتني إياها. شو اسمه؟ شو بدك في اسمه؟ اسمه أظن كان سامح. سامح؟ طيب أنا بدي مد إيدي وأضربه هذا وأكسر له إيده زي ما ضربك. ما هو أخوك اللي هاجم على الملعب. هو اللي هاجم أخوه هذا صغير أنا. معلش تطول بالك لأنه الموضوع بيحتاج شوية عصبية. هلا هلا بحل ثواني. ألو مرحبا. كيفك حبيبي؟ أنا تمام والله مشتاق لك. اسمع في واحد من المخيم من لعيبة المخيم مد إيده على أخوي وضربه فبدي إياك تعرف لي إياه مشان أنا ناوي أربي. ماشي؟ يسلم حبيبي. وقت سامح؟ شو مالك؟ كيف بس؟ حلو صح؟ حلو علي الستايل الجديد. تهبلش شو في عن جد شو مالك؟ آه بس أكلنا كتلة. الجمهور التاني ما عجبهمش إن أولاد المخيمات يفوزوهم. بس إلا شو فينا حجار وطوب. أبي أكلنا كتل بس. وين الروح الرياضية؟ ما عرفت شنو ضربك؟ رياضية ضربني واحد شايف وأنا شايفه بس تعرف مين هو. وين رايح؟ بدي أروح أتحمم وأفكر فاي الروح الرياضية. طيب أنا بدي أتصل في الشباب أشوف شو بدي. المهم عندي هلا لو شفتوا سامح بتعرفوه أنتوا؟ آه طبعاً. ليش شو ناوي تعمل معه؟ شو ناوي أعمل معه؟ بدي أربيه هذا فرجي فيه وغير هيك بدي أفرجي زعلانة أولاد المخيم هيك بتمشيش علينا إحنا. طب هدي أعصابك شوي. يا عم أنتوا ليش بتحكوا هيك أنتوا؟ ليش بتدافعوا عن سامح؟ شو فيه؟ لا بندافع ولا شيء بس هذا الحكي ما بينفع. احنا كمان كنا بالمباراه واللي ما قالك اياه احمد انه هو اللي بالاول هجم على سامح وضربه بالعصاي وفتح له راسه. بس لو انا كنت محله واخذت العصاي من احمد كان ما خليت فيه عدم ساغ. والحقيقه سامح انه اخذ العصاي من احمد وحكى له روح ربع على الدار يا شاطر. والضرب اللي اكلها اجته من كرسي ما بعرف من مين. هذا الحكي اكيد. هيا اساله. سامح بين مين يا احمد؟ سامح اخو عصام. اخو عصام الله لا يجزيك إلا بالخير. خد احكي مع عصام وقول أهلا وسهلا فيكم بتشرفونا وبس تخلص بتتصل أختك خولة بتقولها ألف مبروك. مبروك مبروك يبارك فيكم. مبروك مبروك الله يبارك فيكم. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شاهدنا حلقتنا لليوم من عيد للعشرة. يمكن القصص الشبيهة اللي بتصير بمجتمعنا ما بتنحل بهالسهل. لنقاش هذا الموضوع وغيره من محاور خرجت معنا بحلقتنا لليوم بصرنا نرحب بضيفنا المعنا بالاستوديو السيد عبد الرازق غزال أخصائي اجتماعي نفسي. أهلا وسهلا فيك. ومعنا كمان كالعادة مشاهدينا مجموعة من الشباب والصبايا. أهلا وسهلا فيكم. بنحب نسمع آرائكم ووجهات نظركم بمحاور حلقتنا لليوم فأهلا وسهلا فيكم أنتم كمان. مثل ما عودنا مشاهدينا دائما معك استاذ ضيفنا العزيز بنحب نسمع رأي الجمهور بمحاور حلقتنا نشوف قديش كانت القصة اللي شفناها بعيد للعشرة واقعية قريبة من القصص اللي بنعيشها في مدننا الفلسطينية ومخيماتنا وقرانا أيضا ومن بعدها بنسمع رأيك. شباب شو رأيكم بحلقتنا لليوم بالقصة اللي شفتوها؟ يمكن القصة اللي صارت بين عصام وخولة سمعتوا قصص شبيهة زيها سواء بالجامعة عندكم أو قصص تانية من مجتمعنا الفلسطيني. في حد بحب يشاركنا برأيه بالحلقة؟ تفضلي. في البداية اللي بدي أحكيه أنه هذا الإشي واقعي وبصير وفي عائلات فعلا هي بترفض أنه تزوج بناتها لشباب من المخيمات والعكس تماما أنه شاب يأخذ بنت من المخيم. بس بتصور أنه إحنا يعني المفروض أنه نطلع من هاي الخانات ومن هاي الأطر ومن هاي الشغلات إنه ابن مخيم وابن قرية. يعني المفروض يكون في وعي أكتر عند الناس وعند العائلات وعند الشاب نفسه والفتاة نفسها
بانه احنا يعني كلنا شعب واحد، وهدول ولاد المخيمات هم بالنهايه لجؤوا من قرى ومن مدن كبيره ومن ايام ما كان ما في ولا حدا مبين، كانوا هم في قرى وفي مدن معروفه زي يافا وحيفا وعكا وقرى القدس وقرى يعني كل القرى الفلسطينيه بال48 والبلدات. فاللي بتخيله انه انا ما بعرف قصص زيها، يعني هيك مشهد او هيك إيش شفناه هو بيصير، بس أنا ما بعرف قصص تانية، بس أكيد موجود، والأفضل إنه لا يكون في نوع من الوعي تجاه هاي القضية. شكراً إليك، وطبعاً بحلقتنا اليوم رح نأكد على النقاط اللي بلشت الحلقة بإنك تحكي لنا إياها، هي الوعي اللي مفروض يكون موجود سواء عند الشباب أو عند الأهالي في مجتمعنا الفلسطيني، نتذكر تاريخنا عشان نقدر نعيش واقع أفضل. يعطيكم العافية. أنا بصراحة شفت الحلقة، بس في النهاية في إشي يمكن أكثر من معيار للزواج، يمكن هي شوي فيها بعد معين واحد، أنتم مركزين الفوكس بين مخيم ومدينة، بس يمكن في أكثر من رابط، حتى طبيعة العلاقة بين الشاب والبنت ما بربطها بس أنه بين مخيم ولا لا، يمكن يتجوزوا بالجامعة بدون ما يرجعوا للأهالي. اليوم في انفتاح شوي أعلى من المستوى اللي ظل مخيم وقرية أو مدينة، واليوم في قدرات عمالة بتطلع أكثر من ظل في المخيم. صحيح موجود في فكرة مخيم وقرية وبنت بتتجوز مخيم أو بدها تتجوز في قرية أو في مدينة، في معايير، بس في كمان معايير ثانية بتحكم اللي هي الطبقية بين الناس، بس هاي شوي بلشت تذوب، بحسش قديش موجود اليوم زي ما أنتوا عارضينها. ننتقل معك ضيفنا، يعني إحنا سمعنا هون وجهتين نظر مختلفتين، في وجهة نظر بتقول إنه هذه القصص خفت في مجتمعنا الفلسطيني والوعي عم بيزيد، وفي رأي تاني بحكي إنه لا احنا لازم نكون اوعى، لازم نتذكر تاريخنا من وين احنا، ونعرف انه هدول الناس هم لاجئين، الظروف السياسيه والظروف الاحتلال هي اللي ادت الى تشردهم ووصولهم الى هذه المخيمات، يعني يجب ان تكون نظره احترام ومش نظره اللي شفناها بحلقتنا اليوم. زي ما سمعنا وجهه نظرهم بنحب نسمع وجهه نظرك. شكرا. في البدايه انه القصه اللي انعرضت بالتاكيد بتعكس حقيقه مره بنعيشها في مجتمعنا الفلسطيني اللي مليء بالتعقيدات السياسيه والاجتماعية واللي بتلقي بضلالها على الحالة في الربط بالعلاقات بين في التوجهات نحو الشريك سواء من الشاب أو الصبية. المزبوط من النموذج اللي عرضته ببين أنه التاريخ قال لنا حقيقة أنه ما فيش كان مساواة بالمجتمعات إطلاقاً، وللأسف هاي الحقيقة المرة اللي موجودة عندنا وإحنا أمامها. وإذا بنأكد على إنه التمييز بين الطبقات هو قائم وبتحكم بخصائص المجتمع، إلا إنه السؤال المهم هل التمييز والطبقية الموجودة بمجتمعنا الفلسطيني كمجتمع شرقي بتحكمه أنماط علاقات قبلية حمائلية، هل بحقق الفائدة للجميع ككل؟ بالتأكيد لا، يعني بالتأكيد هذا التمييز سواء اللي انعكس في نموذج مخيم ومدينة ويمكن كمان القرى هو بينعكس على نسق العلاقات، وبالتالي في ناس بتتضرر منه سواء في تحديد مستقبلها أو سعيها لتطوير مكانتها في المجتمع، وبنلاحظ قديش هذا منعكس على اللامساواة والتهميش وغياب العدالة بين الفئات. وهذا اللي كان مبين يمكن نقدر نستنتج من المشاهد اللي عرضتوها، واللي بتخلي رغم أنا بتفق يعني مع بعض اللي قال إنه الفوارق احيانا بتزول مع تقدم المجتمع، بنشوف انه بعض النماذج فيها فوارق عم بتزول بين الناس، يمكن بيلعب دور التعليم احيانا، الوضع المادي، الثقافه المجتمعيه اللي بيعيشوها الشريكين، وتغير الظروف اصلا في المخيم. نعم، وتغير يعني الظروف. المخيم صحيح لم يعد كالسابق، يعني في بنشوف انه بعض البنايات الحديثه بنشوف انه في تطور كبير حتى في المخيم. نعم، ولكن هذا التطور محدود، يعني اذا بدنا نتطلع على مؤشرات ذات دلاله احصائيه او طبيعه ديموغرافيه، لما نلاقي بقعه صغيره في منطقه بعيش عليها في حالات معينة اكتضاض سكاني، وقديش هذا بينعكس على نظرة الشباب لنفسهم والشابات داخل المخيم، اللي كمان الظروف المحيطة بتخليهم يعني يحاولوا يطلعوا من بيئة المخيم،
وكيف هم كمان بيشوفوا ابن المدينة، يعني كمان النظرتين فيهن وشفنا طبعا فيهن تطرف. كان هذا الشيء واضح. نعم. سيد عبد الرازق، رح نحلل محاور حلقتنا سويا، رح نتطرق لجهتين، كيف ينظر ابن المخيم لابن المدينة والعكس. مشاهدين رح نتطرق لهذه النقاط ولكن بعد الفاصل. بدي احكي عن مخيم، يعني شكله راح يبني له غرفة هي جنب المطبخ في بلوك ويعيش فيها، وحمام مشترك مع العيلة كلها، الجيران وانتو كل العيلة، عام بيكون ما شاء الله. بتعرف تعيش هناك انت؟ هيك انت مش متخيلة شو الوضع هناك. دخلت انا هناك وبعرف بيوت كلها ملزقة في بعضها، بوكس جنب بعض راح يكونوا. يا بس الشاب كويس ومحترم وبقدرها، ليش لا؟ ليش لا؟ لا لانه لاجئ مش مستوانا. شو مال اللاجئ يعني؟ هو مش بنادم اللاجئ يعني؟ بنظري لا. يا بابا يا بابا انا مش قادر افهم ليش انت شايف انه ليش في المخيم عيب، وزواج اختك من ابن المخيم عار. انت شفت علي اشي ما بيلبق لها؟ ولا ما شفت. طيب متعلم ولا مش متعلم؟ متعلم. طيب محترم ولا مش محترم؟ ما سمعت عنه اشي، محترم. طيب بيشتغل ولا ولا لا؟ بيشتغل بس راح يعيش زي ما احنا عايشين احنا. ما دام ابناء المخيم كانوا عايشين قبل الاحتلال في مدن وقرى وعايشين في ظروف اجتماعيه واقتصاديه بشكل مريح جدا، من وين بتيجي نظره التمييز وهذه الطبقيه بين افراد المجتمع الواحد؟ حابين تجاوبنا على هذا السؤال سيد عبد الرازق. بتصور السؤال بمحله، بس لما نيجي نطلع على التمييز بالتاكيد التمييز والمخيم ما جاش بالصدفه، يعني اللي عايش بالمخيم ما اختارش انه يعيش في المخيم، وهذه حقيقة نعرفها جميعا كمجتمع فلسطيني، إلا أنه الطبيعة اللي بيعيشها ابن المخيم كشاب مقبل على الزواج أو بتوجه نحو بناء مستقبله، بنلاقي أنه في قيود اجتماعية بتنعكس من خلال توجهات ابن المدينة لابن المخيم، والعكس صحيح. يعني مش بس أنه ابن المدينة اللي بتطلع لابن المخيم أنه كيف بنظروا للمخيم، نسمع كثير من التوجهات نحو المخيم انه مخيمجي المخيم، بنلاقي كثير وهذا طبعا بيسوي ردة فعل عن ابن المخيم بعدم، لانه ابن المدينه طبعاً لا طبعاً يحتوي ابن المخيم بالتأكيد. فبصف ابن المخيم عنده عنف معين تجاه ابناء القرى والمدن، يعني وهذا طبعا في قصص مختلفه موجوده بمجتمعنا الفلسطيني بنسمعها بشكل مستمر، انه اذا في حدا زار مثلا المخيم دخل عليه بدون ما يكون معه حدا بيعرفه، ممكن يشوف انه في رفض من بعض الشباب لوجوده عندهم. وهي حتى افكار مسبقه احنا بنحملها على طبيعه الناس اللي بتعيش في هذا المكان، يعني بنلاقي انه كيف انت حكيتي انه ابن المدينه بيكون عنده اعتقاد انه المخيم فيه مشاكل والناس في المخيم هي اقرب للتطرف والمشاكل والصوره النمطيه الموجوده تجاه ابن المخيم. كمان ابن المخيم عنده في كثير من الاحيان نفس الصوره النمطيه ولو كان التعبير عنها باشكال مختلفه تجاه ابن المدينه، انه ابن المدينه ناعم شايف حاله فارض حاله على الساحه، انا ما عنديش فرص اللي زيه. فكل هاي الفوارق بتلاقي بتنعكس في طريقة العلاقة وطبيعة العلاقة بين ابن المخيم وابن المدينة، وللأسف هذا قائم مهما حاولنا نقول إنه التغيير الحاصل في المجتمع عم بزيل بعض الفوارق، إلا إنه الفوارق قائمة. وكثير من الناس اللي بتكون يعني بتدعي إنه هاي الفوارق مش موجودة بتلاقي لما يطب فيها المشكلة على أقرب طريق إنه قائمة، كيف بيعتقدوا تجاه بعضهم البعض، وهذا اللي انعكس في المشاهد اللي أنتوا قدمتوها. طبعا سيد عبد الرازق، نموذج حلقتنا هو محاولة زواج ما بين ابن المخيم ببنت المدينة، بس بنعرف إنه في مجتمعنا الفلسطيني أوقات زواج ابن المدينة بابن القرية يعني مرفوض عند بعض العائلات وبيصير في عليه مشاكل، يعني في مشكلة بالطبقية والمناطقية اللي موجودة في مجتمعنا الفلسطيني والتي تعزز عمالها بكبر بعض المدن، وبعض المدن الأخرى تبقى صغيرة مهمشة والأوضاع فيها الاقتصادية تصبح أسوأ وأسوأ. يعني هذه
النماذج في مجتمعنا الفلسطيني تعزز المناطقية بشكل بيخلي الاختلاط وزواج ما بين المدن المدينة والمدينة الأخرى أو المناطق الأخرى شوي معقد. حابين ننتقل معك للجمهور نسمع منهم رأيهم بهذا الموضوع. سيد عبد الرازق حكى لنا شوية نقاط على موضوع نظرة ابن المدينة لابن المخيم والعكس، شو وجهة نظركم بهذا الموضوع؟ بتأيدوا اللي حكى لنا إياه؟ قديه بتشوفوا إنه في تطور وفي تحسن فعلياً بالعلاقات ما بين ابن المخيم وابن المدينة والعكس؟ بحب أحكي إنه لكل قاعدة شواذها، فيمكن إنه يعني في الوقت الحاضر صار إنه عادي ابن القرية يروح يتزوج بنت من المدينة، يعني أنا بنت قرية، يعني في كتير منا بروحوا بتزوجوا بنت من المدينة بتيجي بتعيش بالقرية، أمر طبيعي. والعكس كذلك، إنه بنت قرية بتطلب إيدها حد من المدينة، إنه فيش هالمشكلة أو هالإشكالية يعني الكبيرة. بتصور إنه يمكن زمان كانت يمكن لبعد المسافة، هلأ المواصلات كتير سهلة. طب إذا يعني حولنا الموضوع ما بين ابن القرية أو المدينة مع ابن المخيم، كيف بتشوف الموضوع؟ يعني بتشوف إنه فعلا في تعقيدات؟ مش لهالدرجه، يعني صح انه في صوره بتضل عند يعني عند الشخص للشخص الاخر، بس بعتقد بهالفتره انه تلاشت يعني هالشيء هاي. سؤال ثاني سيد عبد الرازق، يعني عدا عن الزواج وقضيه الارتباط، العلاقات ما بين المخيم والمدينه اللي بلشنا نحكي عنه بضل فيها نوع من التشوه، كيف ممكن يتجاوز مجتمعنا الفلسطيني هذه النظره اللي من شأنها تفكك أبصار هذا المجتمع؟ يعني بالشق الاول من السؤال، اذا بدنا نركز شوي على نموذج المخيم والمدينه كيف عرضتوه، هذا موجود كفوارق بين يعني شئنا وأبينا، إلا إنه الفوارق الاجتماعية والتمييز يتعدى أحياناً إنه مخيم مدينة، زي ما تفضلوا بعض الزميلات هون إنه كمان في القرية تجاه القرية وقرية أخرى، وأحياناً بين محافظة وأخرى شمال جنوب غزة ضفة، بنلاقي هاي الفوارق موجودة. يعني مش بس الفوارق والتمييز والتنميط المحطوط قدام، يعني كيف الناس بتشوف بعض انه مخيم ومدينة، لا بنلاقي اوسع، وهذا مرتبط بالنسق العام اللي لتركيبة مجتمعنا الفلسطيني اللي كتير في تركيبة العلاقات مستمدة من منطق الحمائلي والولاء والعائلة. المزبوط في النقطة الثانية بنحب نأكد على إنه في محاولات يعني صارت لإزالة الفوارق، وحكينا أكثر على مستوى التعليم، الثقافة الاجتماعية، إنه ممكن الشاب والصبي يطلعوا من جو الإطار اللي هم فيه لما يتعلموا ويتعرفوا على بعض بالشغل أو بمسارات مختلفة من الحياة، بالضبط إذا كان جامعات أو عمل، هذا ممكن يساعد في إزالة الفوارق. إلا إنه الحالة التركيبة العائلية والحمائلية مرات بتأثر سلباً على خيارات الشاب والصبية تجاه بعضهم البعض، وهذه الحالة بنلاقيها كمان مش بس منعكسة على مخيم وقرية، كمان كيف بتطلعوا مثلاً للمريض النفسي، أو كيف المرأة ودورها بالمجتمع، أو الأطفال ومكانتهم وحقوقهم، يعني عدم تقبل الآخر سواء بالضبط. على صعيد يعني المنطقة، نعم نعم، القدرات وغيره، يعني في نعم هذا التنميط السائد في نعم مجتمعنا، نعم، اللي طبعا يمكن مع التعلم ومع الوعي، يعني مرات مش شرط الشهادة الجامعية تساعد في بلورة صورة أخرى وتقبل الآخر، إلا أن الوعي اللي دائما بنطالب أنه الشباب يتحلوا فيه هو اللي ممكن يعمل فرق في هذه الصورة، وممكن مع الزمن طبعا تلاشيها. سيد عبد الرازق بنحب هلا ننتقل معك لفاصل مع مشاهدينا ونرجع لنقاش محاورنا الأخرى من حلقتنا لليوم من عد للعشرة. يا أخوي هاي مدنية، طيب درش عليها وعلى طلباتها. بكرة بدها نص كيلو ذهب، عرس أبصر بأني قاعة، وشهر عسل أبصر بأني دولة. هاد باكله هاد ما باكله. اسمع سامحك، أنا بطلع وبترك الأولاد عندك. أنت شو بفهمك في كل هالحكي؟ أنا هيك بعرف. سامح شو مالك؟ كيف بس؟ حلو صح؟ حلو علي الستايل الجديد. تهبلش شو فيه عن جد؟ شو مالك؟ بس أكلنا كتلة، الجمهور الثاني ما عجبهمش ان اولاد المخيمات يفوزوهم.
مش الا شوفين احجار وطوب ابي اكل لك تلبس كيف الفوارق ممكن تزول ما بين ابناء المدينه وابناء المخيمات؟ كيف ممكن تتغير هذه الصوره والصوره النمطيه هاي تتلاشى، خصوصا وانه التعليم عماله بوصل كل مخيم وكل قريه فلسطينيه؟ الاهتمام بالتعليم وتحسين الظروف الاقتصاديه مستمر في مجتمعنا الفلسطيني. هون بنتوجه مشاهدينا بسؤالنا هذا لجمهورنا اللي موجود معنا بالاستوديو، صبايا اللي موجودين معنا اليوم، حابين نكون هيك صريحين ونسألكم سؤال. في حال تقدم شاب متعلم، ظروفه الاقتصادية جيدة، يعني كل إشي تمام، يعني قادر على الزواج ومؤهل بأنه يرتبط بأي فتاة ممكن أعجب فيها، وإنتو كمان ممكن إذا في فتاة أعجبت فيه بغض النظر عن الخلفية، إنه كان من مخيم من قرية أو من غيره، كيف تكون ردة فعلكم في حال كان هذا الشخص كامل متكامل، ظروفه الاقتصادية والتعليمية مثل ما حكينا جيدة، وتقدم لطلب واحدة فيكم، شو بتكون ردة فعلكم؟ أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة، لأنه بالنهاية قضية اللاجئين وقضية الشباب الموجودين في المخيمات هي جزء من قضيتنا الفلسطينية، فإذا إحنا كلنا طلاب جامعات ومتعلمين وفهمين كتير منيح شو هي هاي قضيتنا، القضية الفلسطينية بشكل عام، ف المفروض انه يكون الشباب هلا في وعي اكبر ومتعلمين اكثر، ونسبه التعليم الموجوده في شباب المخيمات صارت كثير عاليه، مستواهم الاقتصادي صار احسن وافضل، فمش ما في مانع انه الواحد تتزوج. كيف تكون ردة فعل اهلك؟ ما عندهم مانع، ما اظن في مانع، يعني هذا شيء كثير مبشر. في حد ثاني بحب يشاركنا وجهه نظره؟ تفضلي. إيش أنا مخطوبة طبعاً، يعني ما فيش داعي نرجع، فأنا بدي أحكي إنه يعني لو تعرضت لهذا الموقف أنا ما عندي أي مشكلة، إذا كان هو يعني شخص مؤدب محترم متعلم فهمان في لغة حوار وتفاهم بينه وبينه بغض النظر عن الناس اللي حوالينا. بدي أحكي كمان لإشي إنه شغلة التمييز والعنصرية هاي يعني في صفات يعني فطرية ربنا حطها في البني آدم، فيعني كل بني آدم فينا عنده يعني إلا ما يكون في عنده تمييز وعنصرية، يعني بيحكي المثل أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، فيعني هذا إشي طبيعي. بس إذا يعني أنا من وجهة نظري إذا كان هو شاب يعني كامل متكامل في لغة حوار وتفاهم بينه وبينه أنا ما عندي أي مشكلة، ما بظن حتى إنه أهلي يعني كمان هذا الإشي برجع لوعي الأهل والتفاهم بينهم وبين أولادهم. شكرا لك. في حد تاني بحب يشاركنا؟ أنا كمان بتوقع نفس الإشي، ما عندي مشكلة بما إنه يعني إنه كامل ومتكامل واقتصادياً منيح ويعني متعلم وهيك، فإنه ما عندي مشكلة أكيد إنه فارق إنه ابن مخيم. أنا بالنسبة لي إشي كتير تافه، لأنه بالأخير هو لجأ لأنه عشان نعرف شو السبب اللي لجأ عشان صار ابن مخيم، لأنه قضيتنا وهي إنه جزء من يعني الحياة اللي بنعيشها وهيك الحياة اليومية، فأكيد ما بتوقع إنه عنده مشكلة ولا أهلي كمان. نشكركم على أراءكم، وبنتمنى طبعا هذا الوعي يمتد لكافة المناطق في مجتمعنا الفلسطيني، لكافة الشباب يقدر يفكروا بنفس الطريقة وبنفس الوعي. نتذكر قضيتنا الفلسطينية دائما في اتخاذ قراراتنا، خصوصا قرارات مصرية زي هاي ممكن تأثر على حياة شخص آخر وعلى حياتنا إحنا كمان، يعني مثل ما حكيت أستاذ عبد الرازق، يعني هذه الفوارق ممكن تتلاشى، وهذه النظرة للتمييز سواء اللي بننظر لها أوقات سواء لابن المدينة لابن المخيم أو العكس ممكن تتلاشى في حال استمرينا بالنظر للأمور بشكل موضوعي بشكل إيجابي ونتطلع للإشياء بحجمها. يعني الصورة النمطية لازم نطردها دائما ونفكر بالواقع بالصفات اللي فعلا بتساعدنا نفكر بالأمور وناخد القرار الأصح. يعني الصورة النمطية ما بتساعد واحد ولا بتخلينا ناخد القرار الصحيح. يعني الصورة النمطية بتتغير وبتزول إذا كان في هناك إرادة حقيقية اجتماعية وتغيير كمان على مستوى سياسي، لأنه شوفي يعني اللي قاله الشباب فيه والصبايا هو إشارة مبشرة. دائما بنشوف إنه الشباب والصبايا اللي بيعيشوا بالمخيمات بفكروا إنهم يطلعوا من المخيم كتير من الأحيان، يعني أكثر النماذج اللي بنشوفها بفكر يحسن من وضعه ومن حياته الاقتصادية والاجتماعية، لأنه كلنا بنتفق إنه الحياة بالمخيمات هي حياة فيها قسوة وفيها صعوبة. صحيح. وهذا مشروع،
وتحقيق هذه المشروعية لازم يكون في دور للحكومة والمنظومة الاجتماعية اللي بنعيشها نحو التغيير. يعني الدور الإعلامي له أهمية كبيرة، كيف اللقاءات اللي أنتم بتنظموها والمؤسسات الأخرى في تغيير هاي النظرة النمطية السائدة، والنماذج المشرقة كمان كيف النموذج اللي أنتوا طرحتوه أنه يكون هو مقدمة لتغيير اجتماعي ممكن يصير لإزالة هاي الفوارق بين الشباب والصبايا في الخيارات. وللأسف الشديد في عنا فوارق حكينا عنها من قبل في أشكال مختلفة كيف ننظر لبعضنا البعض. سيد عبد الرازق، ممكن يعني في نقطة ما بنفع نغفلها وإحنا نحكي عن هذا الموضوع؟ الكثير من الأهل أو الشباب حتى في مجتمعنا الفلسطيني بنظروا لابن المخيم على أنه الشاب البلطجي العنيف مشكلجي، حتى لو تعلم بضل في عنده عنف معين موجود بدمه. وشفنا هذا النموذج كمان بنظرة الأخ للشاب، وكان أول من ضرب أخوه توقع أنه شباب المخيم هم اللي اعتدوا عليه. يعني هذه النظرة ممكن نعرف أنه في قسوة بالمخيم بتأدي أنه في مشاكل معينة بتصير بالمخيم، في عنف، بس هذا العنف طبعا مش مبرر انه ننظر للاخر او نعمم هذه الصوره على جميع ابناء المخيم ونصفي في عندنا نظره تمييز اتجاههم. بالتاكيد يعني العنف والنزعه نحو العنف هي كل النظريات والدلائل بتاكد هي مش يعني حاله جينيه او استعداد جيني بنولد فيه الشخص. فالظروف القاسيه اللي بيعيش فيها ابناء المخيم في بعض الاحيان ممكن يطلع عنا نماذج قاسية وعنيفة، ومش بالضرورة تكون بس في المخيم، يعني في كل مكان معرض أي عائلة أي أسرة فيها ظروف قاسية، تفكك أسري، صعوبات اقتصادية نفسية صحيح. إلى آخره، ممكن تولد ردود أفعال وتخلق عنا شخصية من هذا الواقع. فبالتالي هذا كله مرتكز، النظرة لابن المخيم إنه عنيف مرتكز للصورة السوداوية والنمطية اللي إحنا خلقناها، وحتى أحيانا بنطور فيها. يعني بنلعب دور كمجتمع كمجتمع قبلي وحمائلي وتنميطي، بنلعب دور في تضخيمها احيانا في كيف من يعني بالحال القائمه. ونفس النظره كمان ابن المخيم بشوفها لابن المدينه، انه هو شخص مثلا شايف حاله ارستقراطي، يعني بشوف حاله شيء كبير برجوال الى اخره. النظره في بدايه حلقتنا سيد عبد الرازق، احنا دائما ببرنامج عدل العشرة بنحب نختم بانه ناخذ من جمهورنا ومنك كمان فوائد العدل العشرة. مشاهدينا خلنا ننتقل لجمهورنا، نسمع منكم من وين بتيجي فائدة العدل العشرة بمواقف مثل مواقف شفناها بحلقتنا لليوم أو بحياتنا بشكل عام، خصوصا أنه هاي حلقتنا الأخيرة من عدل العشرة. أول إشي نتعلم أنه ما نحكم على الناس، كتير مهم أنه الواحد يحط في داخله واحد اثنين ثلاث بدون ما يعطي الرد الفعل أو الرياكشن زي ما بيحكوها المباشر، لأنه في مرات لما بنحكي إحنا بنخرب ما بنصلح. فالشخص يعود حاله، يعود الناس اللي حواليه إنه هو مش صاحب كلمة أولى زي ما بيحكوها، هو بالعكس بيفكر بعدين بيحكي. وبالنسبة لموضوع الزواج من ابن مخيم أو مش الزواج من ابن مخيم، بتصور إنه إحنا لازم نطلع من هاي الدائرة. يعني إحنا كشعب فلسطيني لازم نكون هيك مش هيك، يعني مش بعاد عن بعض بقدر ما نكون إحنا صحيح. بنفس الخانة، لأنه إحنا أصلاً بنفس الخانة. نشكرك على وعيك وعلى رأيك اللي يمكن لازم كل الشباب يكونوا سمعوه بشكل صحيح. جيد جداً. وبنحب هلأ معك ننتقل لشباب آخرين، في حد بحب يحكي لنا فوائد العدل العشرة بأي قرار بناخده بحياتنا بأي موقف بيصير معنا؟ يمكن العدل العشرة لازم في كل إشي، مش بس إنه لما بدي يجي يتجوز الواحد، بس يجي يتعلم المدرسة اللي بدي يختارها، الرفاق اللي بدي يختارهم، كيف بدي يبني علاقاته مع أصحابه. مع إحنا في المدرسة بنينا مع أولاد مخيمات ومع قرى علاقات مع أولاد مدن، ما ظلينا محصورين. إن إحنا يمكن أنا بشوف إنه لازم في تشعب أكثر. وكمان لما بدي يجي يختار واحد في من ضمن المحددات يمكن العادات الدينية والتقاليد اللي عندنا بتقيد شوي، إنه أنت بدك تتجوز بنت لازم تعيشها بنفس البيئة اللي أنت عايش اللي هي كانت عايشة فيها. يمكن هذا شرط أساسي بيغفلوا عنه الناس. الواحد بيطمح انه يتجوز بنت غني مثلا او بنت متعلمه، بس اذا انا مش مستواي هيك بفضل ادور على مستواي. ويمكن من الامثال العربيه طبعا بنذكر انه نعرف ايش الاولويات بالزبط. يعني في كتير نقاط هي دائما اولويات قبل كتير اشكال او كتير
شكليات ما رح تفرق إذا صفت في حياة بالآخر ما بين هدول الشخصين. هاي بتذوب مع المدة إذا كان في توافق بين اثنين، بس إذا ما كان في توافق وهو بده يروح لطيار إنه بده يتجوز من واحدة غنية وأصر في هذا البرنامج يمكن راح يخسر ويوصل. يكتشف بعد الزواج إنها شكليات، بس قبل الزواج يعني بيكونش في اعتقاد. عشان هيك بنطالب طبعا العدل العشرة ودائما نكون حكيمين بأي قرار بناخده. في حد تاني بحب نختم معه معنا؟ أنا بس هون بدي أشير بشكل مختصر لحديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إن لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. إحنا وكمان فائدة عدل العشرة إنه الإنسان مش لازم يطلق لنفس العنان بالإصدار الأحكام المسبقة المبنية على صور نمطية، بالعكس لازم يتروى ولازم يكون الوعي والثقافة هي الأساس للحكم. شكرا 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 لكم. يعني إذا بتحبي تشاركينا ولكن سريعا جدا، إنه عدل العشرة أهم إشي بتعلمنا الصبر، وإحنا أكتر شعب بالعالم صبور، يعني اللي بصبر على الاحتلال والظلم من قبل 48، فهو يعني بالفعل شعب صبور. مش 10 و20 منا لازم يكونوا بعدوا للعشرة قبل ما يحكموا أو قبل ما يتصرفوا أي تصرف، لازم الشعب كله يكون عدل العشرة. شكرا لك. نشكركم جمهورنا على آرائكم ومشاركاتكم. سيد عبد الرازق غزال، نحب نختم نسمع منك رأيك بأهمية العدل العشرة ولكن بعشر ثواني. عدل العشرة بيعطينا فرصة للتأمل، نختبر حالنا محل الآخرين، نحس حالنا محلهم لما نسيئوا التصرف أو لما نكونوا لما نعتقد عنهم إنهم هم ناس مش منتجين أو يكون عندنا نظرة نمطية تجاههم. بيعطينا فرصة نختبر تجربتهم ونحط حالنا محلهم، وهذا بغير من اعتقادنا تجاههم. سيد عبد الرازق غزال، أخصائي نفسي واجتماعي، بنشكرك على وجودك معنا لليوم، على مداخلاتك الجميلة، وبنتمنى طبعا جمهورنا يكون استفاد وأيضا مشاهدينا. شكرا لك. شكرا. وكمان بنشكركم معنا جمهورنا اللي شاركتونا بأراءكم بكل شفافية. بنتمنى اللي سمعتوه بحلقتنا لليوم يتم نقله للأصدقاء للزملاء، نكون إحنا إحنا المراسلين، إحنا السفرة لهذه القيم اللي بتحملوها، للوعي اللي عندكم لأناس آخرين ممكن تساعدوهم كتير في أخذ قراراتهم، وتذكروهم دايما إنه يعدوا للعشرة. شكرا لكم. بنهاية هالحلقة بنختم سلسلة حلقات مسلسل وبرنامج عد للعشرة. بعد للعشرة كنا دايما نقولكم عدوا للعشرة. شاركناكم مشاهدينا العديد من القصص التي تحاكي مجتمعنا الفلسطيني. بحلقاتنا ممكن ما قدرنا نتطرق لكتير قصص موجودة بهالمجتمع. نقلنا لكم عدل العشرة مش ليكون شعار برنامج فقط، عدل العشرة هي طريقة حياة. نتذكر بكل قصة بنعيشها، بكل موقف نمر فيه، إنه لازم نعد للعشرة، نفكر ونتروى، وبهيك بنتجنب كتير مشاكل. مشاهدينا بالنهاية بنحييكم باسم الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب بيالارا وتلفزيون القدس التربوي، وداعمين هذا البرنامج الاتحاد الأوروبي ومؤسسة كورد إيد. إلى اللقاء. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عد للعشرة. لازم تغير لحق حالك، مشغلش بالك، اوعى تكون متحير، الصح من الغلط ببين، والله مش مستاهلة تعملش من الحبة قبة، المشكلة الصغيرة بتنحل بس الكبيرة صعبة، ما تخليش غضبك يعميك واحترم كل اللي حواليك، اسمع مني وبسمع منك هاي القصص بدها هيك، ابو شريك كلنا ولاد بلد وحدة، وإذا زبطنا الحارة بنكون زبطنا الدولة. اوعك تستسلم من اول جولة، خليك متبسم حياتك بتصير سهلة.